لذيذ في الرب انه ما بيتغيرش، لذيذ في الرب انه مهما طلعت نزلت الامور، الازمنه، الحياه النفسيه، الافكار، ردود فعلنا، هو ثابت في مكان ثابت لا يتغير. رائع جدا ربنا لانه ما عندوش ردود فعل. هي جمله منظرها بسيط، لكن لو فكرت فيها رؤيتك عن شخصيه ربنا وعن علاقتك بيه بتتغير خالص. لانه كل حد بنتعامل معاه من يوم ما اتولدنا لغايه دلوقتي في حياتك، انت دائما تتعامل مع اشخاص لها رد فعل، يا اما رد فعل ليك او رد فعل للظروف. فهي دائما انت تتعامل مع ردود افعال الناس اللي حواليك، يا اما على مستوى شخصي بسبب انت عملت حاجه فلهم رد فعل، او هم في ظروفهم عندهم حاجه فهم عايشين في رد الفعل. فبعض الاحيان تجد حد غضبان بدون اي سبب، اصل في حاجه مخلياه غضبان مش انت، بس هو بيعمل رد فعل غضوب. فانت دائما بتتعامل مع ردود افعال الناس اللي حواليك. الغريب مع الرب انك عمرك ما بتتعامل مع رد فعل، عمرك ما بتتعامل مع رد فعل. مش انت بتعمل حاجه فيبقى لي رد فعل سلبي، غضبان، مش عايز يبص في وشي، او حد تاني يعمل حاجه فهو النهارده مش في المزاج انه يكون مليان محبه، مليان نعمه، مليان قوه، مليان انعاش، او الاحداث مخليه متنرفز. فلما تيجي تصلي هو النهارده مش مشغول بيك، او مش مشغول هو متنرفز لان في حاجات تانية. هو مش رايح جاي في السماء مش عارف يعمل ايه للارض. في ناس بتتعامل مع ربنا كانه كده، كانه النهارده متحير يعمل ايه في بلدنا، او يعمل ايه في مشكلتك، او يعمل ايه في البيت، كانه متحير عمل كل حاجه ومش عارف يعمل ايه دلوقتي. فقاعد على العرش بس حاطط ايده على كفه على خده كده. في ناس تعاملها مع الرب كأن الرب في الحاله دي، برغم ان الكتاب المقدس مش كده خالص خالص خالص. والسوره الرائعه كلكم عارفين مزمور 2، الدنيا مقلوبه والملوك والرؤساء والارض والدنيا والجالس في السماوات يضحك، مش قلقان، مش رايح جاي عمال طب نعمل ايه، طب نعمل ايه في اللي بيحصل. الجالس في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بيه. في حته محتاجين ندركها عن شخصيه الرب، عن صلاحه، عن ثباته، عن هو. وعبادتنا اللي جايه وعلاقتنا اللي جايه بسبب علاقه مع اله ثابت، مع اب